كريم الحضراوي، ماشي الحضراوي طويله تشيبه مقطوعه من تشيبه، يلا يا حازم يلا يا حازم يلا يا حازم، وحسام حسن، وضغطه وضربه حره مباشره لصالح منتخبنا الوطني على مسافه حوالي اقول 28 29 ياردة من مرمى بنزيما. يا مسافر بيتكلم عادل رمزي، بيتكلم مع الحكم، وضربه حره مباشره ممكن قوي قوي التسديد من الحته دي ممكن قوي لو تتظبط. عندنا ابراهيم سعيد بيشوط كويس، وادي الكابتن الجواري، وعندنا عبد الستار صبري بيشوط كويس، وادي بن ذكري بيظبط الحيطه، وكل تيم المغرب ورا الكوره ما عدا كماتش الوحيد اللي بره. ادي حيطه اهي خمسه سته لعيبه، وراجع لورا ابراهيم سعيد شكله هيشوط من بره واحده، يلا يا ابراهيم، وراجع ابراهيم سعيد وداخل، اوبا الله الله، حلوه حلوه حلوه، اول شوطه جميله جدا جدا، حلوه قوي قوي يا ابراهيم، تعدي سريعه جميله جميله جميله، لكن على طول عبد الستار، يلا عبد الستار، وماشي بناحيه الشمال بيحل عليه روسي، عبد الستار وروسي، يلا عبد الستار، وعايز يعدي ولسه ولسه، وعلى شماله وبره ثانيه في الشمال، ويلا يا عماره وعرضيه وهوب، آه يا حلوه 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 حلوه، الله الله، ولسه ولسه، وعرضيه عاليه مره ثانيه، وهدف اكيد ضائع من منتخبنا الوطني. بقول لحضراتكم احنا النهارده بافضل تشكيله موجوده المنتخب بره، والله العظيم ممكن 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 ممكن، ادي عماره لطيفها ما مش اجمل ولا ابدع من كده، بصوا حضراتكم حلوه حلوه حلوه، ويطلع على طول زي الصقر احمد حسام في العارضه، يا سلام عليك يا احمد يا حسام، حلوه حلوه حلوه، وهتدينا ثقه كبيره، والمهم نركز ونخلي بالنا من هجمات المنتخب لغايه دلوقتي. حازم امام، يلا يا حازم، عدى حازم، يلا يا حازم يا ولد العيب، وحسام واحمد حسام، ايه 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 ايه، وعبد الستار صبري وقع على الارض، كان مندفع من ورا وقع على الارض، لكن مشيت اهي الكوره مره ثانيه، ووش رجله الخارجي، يا سلام عليك يا احمد يا حسام، ووقع على الارض، وادي اكبر ثاني مصر، يلا يا عباره يلا يا عباره، هوبا يا يا احمد يا حسام يا احمد يا حسام، ما لقتش حق، يا يا نهار ابيض، بقول لحضراتكم احنا في افضل حالاتنا والله، مش معقول، بص عماره بص عماره، احمد حسام لوحدك يا احمد لوحدك يا احمد، يا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، تاني كوره وتاني هدف مؤكد، والوضع الطبيعي كان لازم النهارده هدفين، والهدفين للنجم الكبير الجديد احمد حسام، ربنا يوفقه يا رب ويكرم باذن طويله، حسام حسن على صدره، يا ولد يا لعيب، جميله قوي في الشمال، يلا يا حازم يلا يا حازم، حازم وامازيل لسه مع حازم، وعايز يرفع اربعه حواليه، يا ولد يا لعيب، هوبا يا سلام عليك يا حازم، يا سلام عليك يا ولد يا لعيب، الصوره لو عدناها مع الاستاذ يوسف مرزوق خمسه حوالين حازم امام، عمل بجسمه، بص خلي بالك ادي خمسه، وبص ولف جسمه واخد الخمسه على الفاضي، وحلوه حلوه يا حازم، فعلا حازم بيمر بمرحلة فنية بديعة جدا هي الفترة دي، وفعلا أثبت وجوده وحاجة مكانة حقيقية ورئيسية ويستاهلها فعلا في منتخبنا الوطني، برافو يا حازم. لقاءات المغرب الحقيقة أنا شايف النهاردة شكلنا من أفضل المرات اللي لعبنا فيها المغرب، ربنا بقى يوفق في هدف يترجم الكلام ده، هوبا يلا والنبي والنبي يا حسام يا حسن يا حسام يا حسن يا حسام يا حسن يا اقول ايه اقول ايه يا رب، حلوه حلوه حلوه، لسه بقول لحضراتكم من افضل المرات اللي بنلعب فيها فنيا مع المغرب، مفيش اجمل ولا احلى من كده، يا رب الدين يا رب الدين، عبد الستار صبري هيلعب بشماله هيلعب بشماله، خمسه من المنتخب جوه المنطقه، وعرضيه عاليه من القلب الحضراوي ولسه عاليه، جبنا جول، بص بص ادي حسام ومعديه واهي وحسام اهو، وحط يا حسام، لكن حط الحضراوي رجله في توقيت مفيش اجمل من كده الحقيقه، يعني يا مسهل يا رب يا مسلماني، 10 على 10 عمر عمر، حلوه في الشمال لطارق، يلا يا طارق، وعرضيه الناحيه الثانيه وحسام، يا سلام يا احمد يا حسام، عايز القطه كده بكعبه يحطها في سكته، لك خد بالك لم يتماس لمنتخب المغرب، اللقاء الجاي باذن الله في تصفيات كاس العالم، شوف الاول الكره دي شوف الاول الكره دي، شوف
شوف الاول الكره ديت، ادي المرتد الخطير، ادي المرتد الخطير، كوره في منتهى الخطوره لكاماتشو، كان ممكن يجيدوا هم الحاجات دي. وكاماتشو جسمه جامد جدا، وطلع عبد الظاهر ساق الكره اتلعبت فوق منه. برافو يا نادر يا سيد. ادي الكور اللي كسبوا بيها تونس في تونس. مباراه تونس والمغرب كانت ماشيه تقريبا لصالح تونس تماما، من هجمه سريعه مرتده زي دي خلص نفس اللاعب ده كاماتشو المباراه بهدف الحمد لله. وخلي بالك من المرتده، ضربه ركنيه عاليه نادر، نادر وطلع نادر ورجع مره ثانيه منتهى الخطوره. يلا يا ابراهيم احمد حسن، محمد عماره طالع له بره، طالع السعيد شماله طويله ومشى. هي دي هي دي هي دي هي دي هي دي، حرام عليك حرام عليك حرام عليك يا طارق، حرام عليك يا طارق، حرام عليك يا طارق. معقول الكلام ده يا طارق؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. اهي اهي وطارق، واخدته على السكه وعملت الصعب كله، مستعجل ليه مستعجل ليه؟ يا 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 فرصة العمر، فرصة العمر بتضيع من منتخبنا في الدقيقة 37 تخلص الماتش. يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا نهار أبيض. بن ذكري طويلة، يعني بقول لحضراتكم ما حصلش فرص زي دي أبدا في المغرب. يا نهار أبيض، وأهي يخص عليك، مالكش حق يا طارق، مالكش حق يا طارق، مالكش حق يا طارق، معلش ما نقدرش نقول غير معلش. محمد عمار، ماشي عمار، ماشي عمار، ماشي عمار، ماشي عمار، وشنكله وضربه حره مباشره لمنتخبنا من ناحيه الشمال. انا شفت مباريات كتيره جدا بين مصر والمغرب، ما حصلش ان احنا عملنا جيم زي ده قدام المغرب ابدا بهذه الكفاءه الفنيه والروح القتاليه والكثافه الهجوميه زي الماتش ده. عماره عماره وقدام وليد الرجراجي، وعماره لكن سهله المره دي عماره في بن ذكري. لا وضربه ركنيه، لو عدينا الضربات الركنيه هنلاقي يعني اقول ايه يعني سيل من ضربات ركنيه. عماره يلا عماره يلا عماره، وهي وهي والنبي وهي 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 بقى وهي بقى وهي بقى، يا 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 ده احنا بنلعب تقسيمه جوه ال 18 بتاعت المغرب. الاخيره من اللقاء، والجمهور قطعا راضي تماما عن هذا العرض الرائع لمنتخبنا الوطني النهارده. عبد الستار وجنبه رضا، عبد الستار وعبد الستار، حلوه 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 يا، ولسه في اليمين وهيرفع وعرضيه عاليه من القلب على طول يطلع روسي. كل المغرب قدام ال 18، خلي بالك من فضلك من المرتد. عماره في اليمين وعفري بيظبط الحيطه بتاعته، والثواني الاخيره من الفعال لمنتخبنا اللي بيعيد مره ثانيه الثقه في منتخبنا انه قادر على تخطي المنتخبات ان شاء الله في طريقه باذن الله لكاس العالم ان شاء الله. مباراه رائعه، مبروك للمغرب اولا واختلاصها نقطه ثمينه النهارده الحقيقه، ومبروك لمنتخبنا الوطني هذه النقطه، وان كان اكبر اكبر ثلاث نقاط لكنها كره القدم. اعزائي المشاهدين شكرا لكم على متابعتكم، مع تحيات الوحدة العشرة والمخرج يسري مرزوق وتحياتي مدحت شلبي. شكرا. جمهورنا مع منتخبنا، اكيد جمهور المغرب مع منتخب، ويمكن من خلال الكاميرا في الملعب. وعليكم ورحمة الله وبركاته. كابتن ابراهيم حسن، من خلال الكاميرا في الملعب، تقول ايه على الفرص اللي ضاعت من منتخبنا النهاردة؟ قول مفيش توفيق، لو في توفيق كانت واحدة بس دخلت كان خلصت الماتش، بس مفيش توفيق، عملنا اللي علينا، راكبين الماتش من اول دقيقه لاخر دقيقه. ضاغطين من فرقه المغرب في نص ملعبها وفي 18 بتاعها، عملنا اللي علينا، مفيش اي حاجه يعني، ما حصلش اي تاثير. الفتره اللي فاتت تعبنا فيها، والنهارده والتعب جاب نتيجه، ولعبنا النهارده كويس جدا، بس الفرص ما ربنا ما وفقش فيه، فرص فرص يعني، جونين او ثلاثه في الشوط الاولاني كان ممكن يخلصوا الماتش، واحده منهم تخلص الماتش، بس الكوره هي دي الكوره، ولسه مشوار طويل يعني، لسه ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن باذن الله، ونعمل نتائج احسن في اللي جاي ان شاء الله.